السلام عليكم ورحمة الله. مباشرة من منطقة السالمية، دوري كرة القدم المصغر من تنظيم جمعية السالمية للتنمية. معنا نائب رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بمقاطعة سباتة. تكلمنا على هذا الدوري بمناسبة عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء. السلام عليكم. كيف كتعرف ان الدوري مناسبة ديال 18 نوفمبر اللي هي عيد الاستقلال ديال بلادنا؟ الحمد لله التظاهرة عرفت مشاركة ديال فرق المحلية ديال الاحياء المجاورة اللي هي احياء حي النصر وحي الوحدة وحي السالمية وحي الاندلس، لمعرفة ديال نعرفوا الوليدات الصغار اللي هما كيكونوا مواهب في كرة القدم، وتكون ان شاء الله انطلاقه ديال الوداديه ديال هاد الملعب هذا اللي غادي يكون من تحت اشراف ديال السيد ابراهيم بوهوش. وابراهيم بوهوش راه غني عن التعريف في المنطقه ديال حي السالميه. الحمد لله كيف كتلاحظ ان هناك واحد التجاوب ما بين السلطه المنتخبه والسلطه المحليه والمجتمع المدني، كيف كانوا كاملين حاضرين هنايا. والحمد لله داز العرس رياضي في المستوى، والحمد لله كل شيء داز الامور بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه هي انطلاقه ديال الوداديات السالميه لكره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم شاركنا في هذا الدوري، ربحنا، جينا في الرجبة الثانية. كانت المباراة الأولى ربحنا فيها 3-1، والمباراة الثانية كانت صعبة شوية، تعادلنا فيها 0-0، وفي ركلات ترجيح خسرنا وما تفوقناش، ولكن الحمد لله جبنا الرجبة الثانية. كنشكروا الناس ديالو، كنشكروا الطاقم الفني، وكنشكروا الناس اللي ساهموا على، كنشكروا الناس اللي ساهموا على هاد الدوري، ويفرحوا هاد الدراري وفرحونا، الله يفرحهم ان شاء الله. شكرا.